حدثنا، ما الذي يميز الحفل الختامي في هذه النسخة من المهرجان؟ حياكم الله أخوي محمد وأبرك الساعات وشاكرين لكم وأنتم شركاء النجاح في قناة الإخبارية في تغطياتكم المستمرة حقيقة للمهرجان منذ بدايته لله الحمد. فكان اليوم حقيقة هو الحفل الختامي الذي تشرفنا فيه بحضور سمو سيدي ولي العهد، الحفل الختامي ورعايته لهذا تقديم الجوائز، وأيضا حضور أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأيضا تكريم الجهات الراعية التي شاركت في هذا العام في هذه النسخة الفريدة. وهذا مما يميز حقيقة النسخة السادسة عن النسخة السابقة، بالإضافة إلى أنه تم تصميم المنصة الملكية لهذه النسخة بطريقة تتوافق مع مهرجان الملك عبد العزيز الإبل بنسخته مع شعاره حنا بدو، فأصبح الذي في المنصة الملكية والمشاهد وعبر الشاشة يرى بيوت الشعر أمام المنصة الملكية، ويرى أيضا الفرديات في توزيعها، وكذلك فيما يتعلق بالقصائد التي ألقيت وأيضا الأناشيد والأغاني التي كانت في الحفل بطريقة منادات الإبل كما كانت قديما بألوانها المختلفة. نعم دكتور خالد، ما هي أبرز الجهات التي ربما تم تكريمها اليوم من سمو ولي العهد في هذا المهرجان وفي حفله الختامي؟ نعم، هو حقيقة كما يعني رأيتم هذا اليوم، يعني بالنسبة للتكريم كان عدة لجان، على رأس اللجان طبعا رئيس لجان التحكيم سمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد، وأيضا صاحب السمو الملكي عبد الرحمن بن خالد بن مساعد وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، وأيضا كذلك تم تكريم الجهات الراعية وهي طبعا 17 شركة لهذه النسخة تميزت برعاية كاملة وتعتبر حقيقة من الميزة الكبيرة لهذه النسخة عن النسخة السابقة، كون إن المؤسسات الوطنية والشركات كانت أيضا وضعت ثقتها في المشاركة بالمهرجان، وأيضا كمبادرة وطنية في تقديم الرعاية الكاملة، وأيضا شعورهم بأن هذا القطاع الكبير هو رافد من روافد الاقتصاد الوطني، وأنه يساهم مساهمة كبيرة في أيضا نشر ثقافة الإبل في العالم، وأيضا لها جمهور كبير سيكون له مردود اقتصادي كبير على تلك الشركات الراعية، فقد تم تكريم تلك الشركات أيضا وأيضا ملاك الإبل كما رأيتم في الحفل هذا اليوم. نعم دكتور خالد، من خلال تكريم ملاك الإبل ومن خلال ما شاهدنا خلال مسيرة هذا المهرجان في هذه النسخة، وجدنا يعني ربما منافسة شريفة وشرسة أيضا وعلى أشدها في هذا المهرجان لنيل الجوائز المعدة من قبل إدارة المهرجان لملاك الإبل. حدثنا عن يعني كيف كانت هذه المنافسة الشريفة خلال هذه النسخة، كيف كانت يعني انطباع المشاركين والمتنافسين في هذه النسخة للمهرجان؟ نعم حقيقة مثل ما رأيتم أيضا في خلال فترة المهرجان، حيث بدأ من أول ديسمبر إلى 12 يناير وتخلله سباقات الهجن، وأيضا وضع البرنامج المتكامل فيما يتعلق بعرض الفئات والمناسبات والمنافسات والفعاليات بجدول حقيقة يعني متميز، بحيث أنه يدخل كل سنة مقترحات الملاك والمواطنين والمهتمين وضعها في الحسبان، ولذلك كانت المشاركات مثل ما رأيتم هذا العام تجاوزت العام الماضي بزيادة كبيرة تقدر ب 30%، وأيضا المشاركات العالمية التي حضرت، وأيضا كذلك المشاركات التي فتحت في هذا المجال في مجال المنافسات الجديدة، وأيضا دخول مسابقات وهي جائزة الملك عبد العزيز للهجن بزيادة أيضا تضاعفت إلى 100% في المشاركات. كل هذه حقيقة مع وجود جائحة كورونا ومع الوجود القيود والأشياء، لكن مع ذلك لم يمنع ولله الحمد من يعني حضور الكم الكبير من ملاك الإبل والمهتمين في المملكة السعودية وفي الخليج وفي دول العالم كذلك، وأيضا اجتماعهم على معزة وعلى كرم وعلى محبة
وإخاء، وكان التنافس حقيقة كبير بينهم بدرجة يعني غير معهودة من قبل، لوجود جوائز جديدة وأيضا رفع سقف الجوائز إلى ربع مليار للمتنافسين، غير أيضا جوائز الهجن التي تربو على 88 مليون ريال.